طبعا المواضيع التي تم نقاشها هذا اليوم سوف تغطي كثير من المواضيع المهمة ذات البعد الاستراتيجي للدول العربية والتي سوف تعرض على مجلس وزراء المالية العرب. هذه المواضيع تأخذ في الحسبان تحديات السياسة النقدية وتحديات السياسة المالية عفوا، وأيضا تحديات المناخ وقضايا الاستدامة وقضايا شبكات الأمن الاجتماعي، وأيضا قضايا أخرى كثيرة تقدم من جهات أخرى مثل صندوق النقد والبنك الدولي وجهات أخرى مشاركة في الاجتماع على مدى يومين إن شاء الله.